السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت شارككم بقصة صارت معي شخصيا، بتعطي معاني حلوة كتير وتبعث الأمل بنفوس الناس وتجسد معنى التوفيق وحسن التوكل على الله بعد الأخذ طبعا بجميع الأسباب الممكنة. أثناء دراستي الجامعية كان عندي امتحان، أثناء دراستي بكلية الشريعة كان عندي امتحان بمادة الفقه المذهبي، وكانت مادة صعبة كتير، بتتألف من 4 كتب وكل كتاب يعني بسماكة البلوك. مادة صعبة جدا، وكان بدها يعني انه الواحد يكون متمكن كتير لحتى يروح يقدمها. نحن بنعرف انه اي مادة من المواد بامكاننا انه نجاوب على سؤال الامتحان من خلال ما فهمنا، مو ضروري نجاوب عليه حرفيا الا مادة الشريعة. مادة الشريعة لازم علامة الامتحان تكون مقسمة على 3 اقسام، قسم على أقوال الأئمة مثلا واختلافهم واتفاقهم وما إلى ذلك، وعلامة على الأدلة من القرآن الكريم أو السنة أو كلاهما معا. وطبعا ما فينا نخترع بآيات الله عز وجل ولا بالأحاديث، يعني لازم نكون حافظينها حرفيا. حصل وقتها أنه كان عندي تدريس طول السنة، وكان عندي التزامات كتير 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 طول السنة، وما كان عندي وقت اني ادرس المادة. التزامات ما في حدا مكان يقوم فيها، لازم انا اللي كنت اقوم فيها. وصار وقت الامتحان، كنت ادرس دروس خصوصية للغة العربية، وكان وقت امتحانات طلابي على وقت امتحاناتي انا. اثناء الدراسة يعني كنت انا ادرس ودرس، فما كان عندي وقت اني اعرف اتمكن من المادة. كان عنا انه فينا نأجل المادة للدورة التكميلية، ما كان في اي مشكلة، فانتهى فيني القرار انه القرار الصائب اني انا أجل للدورة التكميلية، منه طلابي بيكونوا خلصوا امتحانات ومنه انا بكون تمكنت منيح من المادة. ولا برن الجوال، بتكلمني معلمتي انه روح وقدم المادة. طبعا هي سألتني شو اخبار تحضيرك اليوم للامتحان وكذا، انا جاوبتها اني ما حقدم المادة وانه حأجلها للدورة التكميلية، لكن معلمتي كانت مصرة جدا انه روح قدم المادة وانه ما بينخاف عليكي وانه روحي قدمي واعملي اللي عليكي. طب انا ما درست، انا ما عملت شيء، ما يعني كل السنة كنت اصلا ما عندي وقت لاني ادرس، كنت روح واحضر وفهمان المادة تماما، لكن بدي مراجعة للشواهد القرآنية والاحاديث. فانه كانت مصرة اصرار عجيب، روحي وروحي روحي. بالأخير قالت لي روحي سجلي اسمك وسلمي الورقة فاضي. فأنا كيف يعني سجل اسمي وسلم الورقة فاضي؟ بعمري ما عملتها. المهم كان الإصرار غريب وعجيب بعد جدال ونقاش، وبزعل منك وحلفت يمين ما تحاكيني، هي معلمتي وصديقتي بنفس الوقت. فقمت ولبست وقلت نتوكل على الله، ورحت على هالامتحان. وأنا بالطريق بلحظة صدق مع الله عز وجل توجهت إلى الله، وأنا ماشي يعني للامتحان. كان يعني بعد ما نزلت من المواصلات كان بدي أمشي مثلا 10 دقائق لوصل لمقر الجامعة والامتحانات. فصرت أقول يا رب أنت، بلحظة صدق يعني صرت أقول يا رب أنت اللي بتعرف انه انا السنة كلها ما ضيعتها هيك، وانه دقيقة كان لها مكان بحياتي، ما ضيعت وقتي هيك. فانت اللي بتعرف انه كل التزاماتي كان لازم انا اقوم فيها وما في مين يقوم محلي فيها، وانه جهدي عملته ما استطعت واللي بقدر عليه عملته وكذا. يا ربي اذا كان انت بتعرف اني انا ما ضيعت وقت نهائيا فوفقني. كيف وشلون ما بعرف، انت بس توفقني. وإذا كنت بتعرف يا رب إني أنا ضيعت وقت وإنه كان بإمكاني إني
حضر المادة منيح واتمكن وقصرت فلا توفقني. ودخلت على الامتحان، طبعا كنت أخذ معي من البيت شوية أوراق قلت براجعها يعني لعل وعسى يجي منها شي سؤال. يعني شوفوا طبيعة البشرية الضعيفة، بيضلوا بيفكروا إنه هن يعني بدهم يفكروا عن ربهم، يعني استغفر الله العظيم، يعني إنه الواحد خلص يترك الأمر على الله عز وجل، يا رب يدبر لي فإني لا أحسن التدبير، دائما هذا يكون قولنا بعد ما نكون عملنا بكل الأسباب الممكنة. المهم كان في صديقة يعني هي أكبرنا سنا، وكانت هي يعني بمقام الأم لنا، يعني كتير كانت حنونة علينا وكتير نحبها وإلها مونة علينا كلياتنا. بتجي بتقلي كيف تحضيرك اليوم للمادة؟ أنا بقول لها مالي محضرة وهيك هيك هيك صار معي. فهي بتقلي تعالي نراجع هاي الورقة، هي ورقة بتجيب لي ورقة، كان نحن طبعا في شعب مقسمين يعني يعني لشعب، فكان في أسئلة الشعبة الأولى، نحن كنا مثلا شعبة تانية، فجايبت لي أسئلة الشعبة الأولى اللي امتحنوا من أسبوع، بتقلي تعالي ندرسها. أنا قلت لها مستحيل، أنا طبعا لو دارسة كل المادة مستحيل يعني أقرب على هدول الكم سؤال، يعني لأنه بعمره بحياته هذا الدكتور ما كرر أسئلة الامتحانات نهائيا. قلت تعالي ندرس لعله يجينا سؤال عليه 50 علامة نجيب علامة النجاح من هالحكي. المهم أصرت إصرار عجيب وأخذت الأوراق من إيدي بالقوة، لما أنا ما كان بدي يعني رد عليها، وصارت تحفظني بالغصب، يلا السؤال الأول الثاني الثالث الرابع عيدي وراي عيدي وراي. بالإجبار حفظتني 4 أسئلة، والخامس ما لحقنا لأنه رن امتحان الامتحان رن جرس الإنذار يعني أنه ندخل الامتحان، ودخلنا القاعات وأنا يعني مستاءة أنه من هالصديقة يلي ومن هاليوم كله أنه أنا أصلا ما كان بدي أحضر الامتحان وأجبرت على روحة الامتحان، وأنه أنا كان بدي راجع كم ورقة من اللي أنا جايبتهم وأجبرت إجت هالصديقة بالإجبار حفظتني 4 أسئلة. دخلت الامتحان بلش توزيع الأوراق، وكان قلبي عم يدق كل ما يقرب الدور لعندي، حس قلبي وقع بين رجلي من الرعبة والخوف، انه كيف هيك حكتب اسمي وكيف حسلم الورقة فاضية وبانه بعمري ما عملتها، وانه هيك يعني قلت خلصت وكلت على الله. اجت ورقة الاسئلة اللي عندي وكانت المفاجأة، صرت اضحك 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 اضحك، تقلي مراقبة شوفي ليه عم تضحكي؟ فانا قلت لها والله انه لو بيجيني سؤال خارج هاي الورقة ما كنت عارف اجاوبه، مالي حافظة إلا هالأسئلة اللي موجودة هون. طبعا الأربعة والخامس يعني كان وقتها الدكتور عملها مثل إنه ضربة للطلاب، إنه كله حيتوقع إنه هو ما حيعيد نفس الأسئلة أكيد، وهو من طبيعته إنه كان دايما يعني معروف عنه إنه ما بيكرر الأسئلة. ف طبعا أنا جاوبت على الـ4 أسئلة، والسؤال الخامس مثل ما قلت لكم ما لحقت أحفظه، سلمت الورقة انتهيت بتذكر بـ10 دقايق، وجيت لسلم قالوا لي لازم تخلي تخلصي لنص الوقت قبل ما تسلميها، هيك القوانين، واستنيت لنص الوقت وطلعت ولقيت صديقتي اللي أجبرتني إني أحفظ عم تضحك ومبسوطة واقفة وقفة المنتصر، ركضت وحضنتها وشكرتها طبعا والله يجزيك الخير وفعلا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم سبحان الله. وهيك كانت النتائج بعد فترة، يعني لما طلعوا النتائج كنت أنا وياها الأوائل على دفعتنا جايبين 95%. طبعا كانوا الناجحات حوالي 10 طلاب، وكنا منهم نحن هدول التنتين، والأغلب يعني كان علاماتهم يا أما على الحد يعني علامة النجاح أو رسوب، فكنا أنا وصديقتي هي الأوائل اللي جبنا 95%، وكان هذا الدكتور أصلاً اللي بيجيب عنده 80%، يعني كتير كتير شيء رائع، فكيف 95%؟ يعني كانت علامة جداً عالية والحمد لله. وكانت قصة إنه بدون دراسة بدون شيء، إنه
انه المعنى اللي بدي لكم اياه، سبحان الله، يعني كتير معاني بحياتي تكررت هيك نفس هيك قصص تقريبا، يعني انه تكونوا انتم بس عليكم اعملوا بالاسباب الممكنه قدر المستطاع. في ايه بالقران واتقوا الله ما استطعتم، وبالحديث تبع سيد الاستغفار انا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما استطعت يعني انه الله بيعرف طبيعتنا البشريه، انه نحن مو قادرين نقوم بالشيء 100%، انه انت دائما او انت دائما خذوا بكل الاسباب الممكنه باي قرار بدكم تاخذوه بحياتكم، واتركوا الباقي على رب العالمين. انتم المهم انه تعملوا كل شيء وتتركوا بعدين الخيار لرب العالمين بكل شيء بدكم تعملوه بحياتكم. ما تيأسوا، وما في شيء على الله عز وجل مستحيل طالما انتم عملتوا كل اللي عليكم وأخذتوا بكل الأسباب الممكنة. التوفيق من الله عز وجل دائما بيجي بطريقة لا نتوقعها ومن حيث لا نحتسب، سبحان الله. قصة حبيت أشارككم فيها، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تستفيدوا منها، خصوصي الطلاب أو أي قرار مصيري بحياتكم. خذوا كل الأسباب الممكنة ثم أمضوا بالأمر واتركوا كل شيء على رب العباد. حبوا الله من كل قلوبكم وكونوا على يقين بكل شيء من الله عز وجل، وكن مع الله ولا تبالي. وشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.